السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة محبي طارق كوكتيل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن صدمة المربين لطيور الزينة والهواة اللي بيحبوا تربية العصافير واللي بيربوا العصافير علشان خاطر أول حاجة إنها هواية، تاني حاجة إن هو ممكن يعني يربح منها. فطبعا هنا أكتر حاجة بتقابلنا اليومين دول هو ارتفاع سعر الفرارس. ده كمان البلقة من اللي ما كانش ليه سعر وصل ل 15 جنيه، والفلارس وصلت دلوقتي ل 35 جنيه، والله أعلم هتوصل بعد كده لكام. وطبعا كل ما الدولار بيعلى كل ما الفلارس كمان بتعلى معاها، لأن طبعا ده بيعتمد على الاستيراد للأسف. فإحنا هنا علشان خاطر نتغلب على المشكلة ديت، أول حاجة بتعملها انك بدل ما كنت بتربي مثلا 10 اجواز او 20 جوز، هتبدأ تقلل من الكمية اللي عندك، لانك مش هتقدر ان انت تغذي التربية الكمية اللي عندك التغذية الصحيحة والسليمة، ومش هيكفيك على فكرة ان انت تقدر ان انت تغذيهم، لان هيبقى تكلفة عليك كبيرة. فهتعمل ايه؟ انك انت هتتخلص من الكمية اللي عندك، وكفاية عندك جوزين ثلاثة، بدل ما كان عندك 10 جواز كفاية جوزين ثلاثة. طيب والحل التاني ايه؟ ان احنا نحاول نربي طفرات، يعني الرخيص بياكل والغالي بياكل نفس الاكل. فانت بدل ما عندك مثلا عصافير تكون بادجي وعصافير تكون رخيصة، او كوكتيل يكون رخيص زي مثلا الحبشي وزي اللاتيني، لا تحاول ان انت تجيب طفرات اعلى زي الفرنساوي وزي الالبينو. لو انت عندك الروز الاخضر، لا حاول انك تجيب الروز اللاتيني او الاورنج اوبلاين او الالبينو. الطفرات العالية لما تجيب حاجة غالية هتبيعها بنفس الوقت هتكون غالية، فهتكفي معاك ان هو او انها هتغطي مصاريف الاكل. طيب حاجة كمان هنا مهمة قوي، انك انت بقى هنا هتأكلهم ازاي؟ طبعا مش هتقدر على تقعد تأكلهم بس حبوب، هيبقى صعب جدا وهيبقى تكلفة عليك. بتحاول ان انت تدخل جنب الحبوب دايما القمح المنقوع، وده مفيهوش اي خطر ولا بيعمل تليس ولا كلام من ده خالص. كمان العلف البادي، العلف البادي في ناس كتير بتبقى متخوفة منه، لا انت ما بتأكلش منه كميات كبيرة، يعني بتحاول انك انت بتدخله في وسط الاكل، ما بيكونش هو وجبة اساسية ليهم. ولو عصفورك اتعود عليه هيبقى حاجة كويسة جدا، هتقدر ان انت تستغنى عن كمية كبيرة جدا من الحبوب، وهيبقى العلف البادي عندك هو يعتبر يبقى الوجبة الاساسية ليهم، والحبوب هتبقى هي القليلة. رغم ان في ناس كتير بتبقى متخوفة من العلف البادي، ولكن لا، العلف البادي اللي هو النباتي ال21 ده ممتاز جدا جدا. طيب كمان مع العلف البادي ومع القمح المنقوع، الذرة نفس الكلام، الذرة العويجة المنقوعة، كوز ذرة تحطه قدامهم، الجرجير الخس، الحاجات دي كلها هتبقى عامل مساعد ليهم بدل الحبوب. كمان ممكن تجيب فينو وتنشفه وتحط قدامهم، الفينو بيحبوه جدا جدا وبياكلوه برضو، ويبقى وهيوفر معاك. فهنا انا قدمت لك 3 طرق، الطريقة الاولى ان انت هتقلل من الكمية اللي عندك من العصافير، الطريقة التانية ان انت هتربي طفرات اعلى، والطريقة التالتة انك انت تحاول انك تحط جنب الحبوب انواع تانية من الاكل تكون عامل مساعد ليك، وفي نفس الوقت هتبقى برضو مغذية للعصافير ومش هتكون تكلفة جامدة عليك في الحبوب. كمان دلوقتي طبعا يعني لو انت معاك فلوس تقدر انك تجيب كمية من الفلارس بدل ما تعلى، يعني ممكن دلوقتي مثلا هي ب 35، لو معاك انك تجيب 10 كيلو دلوقتي الله اعلم احسن ما بعد كده توصل ل 40 و50 جنيه، يبقى انت كده وفرت على نفسك مثلا قدام 5 6 اشهر، ما الله اعلم بعد 5 6 اشهر هتكون الدنيا عامله ازاي، وهتكون الفلارس سعرها وصل لايه. لان كلنا طبعا بنحب هوايه العصافير وتربيه العصافير، مش معقوله طبعا ان احنا هنستغنى عن تربيتها علشان خاطر الحبوب اللي غليت ديت، ويا رب تكون ازمه وتعدي باذن الله.
اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. كان معكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش ان شاء الله الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.